والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما تم حملها ووضعت مولودها قالت رب إني وضعتها أنثى لا تصلح للخدمة في بيت المقدس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه إنما قالت هذا لأنه لم يكن يقبل في النذر إلا الذكور، وكأنها تظهر الحسرة والحزن والاعتذار لعدم القدرة على الوفاء بنذرها، والله تعالى أعلم منها ومن غيرها بما وضعت، وسوف يجعل الله لها شأنا عظيما. فالله عز وجل عليم بها قبل أن تعلم أمها ما هي، والله هو العليم بما سيصير إليه أمر هذه الأنثى من الفضل، فمنها سيكون عيسى عليه الصلاة والسلام، وسيجعلها سبحانه وتعالى آية ظاهرة دالة على كمال قدرته ونفوذ إرادته. وقالت وليس الذكر الذي أردت للخدمة كالأنثى في ذلك، وذلك لأن الذكر أقوى وأقدر وأقوم على الخدمة في بيت الله من الأنثى، بينما الأنثى لا تصلح في بعض الأحوال لدخول بيت المقدس والقيام بخدمته لما يعتريها من الحيض والنفاس وغيره. وإني في كلتا الحالتين راضية بقضائك مستسلمة لإرادتك، وإني سميتها مريم، ومعنى مريم العابدة والخادمة لله. وبالفعل كانت مريم أجمل النساء في وقتها وأفضلهن، وذاك شأن الصالحين والصالحات يتخيرون لأبنائهم أفضل الأسماء وأحسنها. وإني حصنتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك، وأعيذ من الفعل الماضي عاذى ومعناها التجأ واستجار. والشيطان في لغة العرب تطلق على كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء، والرجيم هو المرجوم المطرود من رحمة الله ومن كل خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ولنا هنا وقفة، لماذا لا ندعو لأبنائنا وأحفادنا وذريتنا كما فعلت امرأة عمران؟ فبالدعاء الصادق رفع الله أمم وخسف بآخرين. جزاكم الله خيرا. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.